ننتقل إلى الخبر التالي. كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن وجود اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة الصياد ياسر الزعزوع إلى قطاع غزة، وكان شقيق ياسر قد قتل بنيران الجيش المصري الجمعة الماضي قرب الحدود البحرية مع مصر جنوبي القطاع، بينما اعتقل ياسر بعد إصابته بجروح. كما هاتف هنية عائلة الزعزوع معزيا ومواسيا في وفاة ابنيهما الصيادين، مؤكدا وقوف حركة حماس إلى جانبها. تنضم إلينا أسرة الصيادين المنكوبة في غزة مع الزميلة غالية حمد من غزة. إليك غالية، تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك وتحية لك وللمشاهدين الكرام. نحن الآن في بيت هذه العائلة التي ما زالت تتجرع ألم وقهر فقدان أبنائها، قتلى وشهداء على يد من يقول لهم دائما الشعب الفلسطيني بأنهم إخوان لهم. هذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على رؤوس أهالي قطاع غزة جميعا، الذين أبدوا أمس كما كبيرا من القهر من هذا الاعتداء على صيادين كانوا في البحر للصيد فقط، وما أدى لاستشهاد شقيقين وربما إصابة شقيقهما الثالث الذي لا توجد حتى الآن أخبار رسمية عنه، ويقال أنه سيعود إلى قطاع غزة في الوقت القريب. سنتحدث مع عائلة الصيادين محمود وحسن الزعزوع اللذان استشهدا في هذا الاعتداء المصري، الاعتداء من الجيش المصري على مركبهما. بداية سنتحدث مع الحاج أبو نضال والد الشهداء. أولا عظم الله أجركم، صبرك الله على فقدانك لأبنائك، وأول شيء أنا بدي أسألك عن موقف أنت تفضلت قلته لنا في بداية مجينا، أنه بسبب هذا التصرف من الجيش المصري والمسارعة لإطلاق النار أنت فقدت لما عائلية تكلمت لنا قبل شوية عنها كنت متعود أنك تشوفها. والحكومة كل يوم شكات رجعت لنا نضرب المزرعة من أيام الحرب 2014، وكتبونا على التعويض وما شفناش ولا حاجة، والشرطة كل يوم احبس احبس لغاية انه وصلنا لدرجة انه ما يكون الشكل في الدار لو بدك كوباية شاي وتتعشى ما فيش. وصلت ان هم ينحبسوا مرات على ذمة مالية على انهم مش قادرين يدفعوا. حبسنا وهاي الكبير اولهم. فما فيش يعني وانا انصبت السرطان بسبب القصة هذه. وعندي سكر وعندي ضغط وعيني فيها جلطة وعندي غضاريف وأنا مست كل شهر بركب 4 وحدات دم، وسفرت الصحة سفرتنا على نابلس وقالوا لي أنت عندك روماتيزم في النخاع، بنزل دم بنحرق وبنزل مع البول الدم محروق وبركبوا لي هاي علاج. وانت بالنسبه لك يعني هذول اولادك هم مصدر الدخل اللي بتعتمد عليه؟ انا ما بقدر امشي ولا اروح ولا اجي بس قصه الدم هذا اللي قتلتني، وبقدروا يعالجوني بس ما حدش هتدور علي هاك وعلينا الديون. هذا الاولاد راحوا داينوا حسك مصاري من دين العالم، و 12,000 دفعوه للزلمه وظل 4,000 في حقها 16,000، واشتغلوا اول مره وثاني مره وثالث مره وحطوا الدين هذا صلحوا. من متى لهم مشترين هاي المركبه؟ ما لهاش 20 يوم 25 يوم لسه جديده. قبل جبت لهم دبرنا حسكه مجداف حقها 2000 شيكل وعلى الفاضي فيش فيه من وراها رزق، وهي مرميه على الشط مكسره، فاضطروا يجيبوا لهم هذا. روحوا مرة مرتين جابوهم شوية مصاري صلحوا بهالحسكة، واحنا وضعنا لن يعني يجي يوم الجمعة الناس بتاكل وبتشرب وبتصرف واحنا ما فيش. اضطروا الاولاد يدبوا حالهم على الموت قبله، فخشوا بالصدفة يعني بالغلط بالجانب المصري طبيهم طخ وقتلهم عشان يجيبوا لهم 3-4 مليون ولا حاجة. نضال أنا بدي أسألك، أولادك لما كانوا يطلعوا الصبح وزي أي أم بتدعي لهم إنه الله يحميكم من كل شر، الله يحميكم من الجيش الإسرائيلي اللي موجود في البحر، من البحر اللي هو معروف إنه غدار، هل توقعتي إنه يوم تكون الرصاصات أقرب لهم من هاي اللي خفتي عليهم منها؟ أنا كل ما كانوا أولادي يطلعوا على البحر أدعي لهم ربنا يسهل عليك يما ورجع لي اياك وسالمين غانمين جاه رب العالمين، اقول يا رب اودعتك ولادي فرجعهم لي سالمين غانمين. عمري ما توقعت ولا تخيلت في يوم من الايام
إنه حد يغدر فيهم غير البحر. أنا بعرف إنه البحر غدار، أقول لهم يما اصحوا ديروا بالكم للبحر، يما ديروا بالكم لا سمح الله الموج، ديروا بالكم تسوقوا بسرعة. يعني هي هذه الحسكة. وابني ياسر هذا إنه 8 سنوات بيشتغل في البحر وهو صغير لسه، وهو لسه ببه 7-8 سنين كان، 8 سنين كان عمره بالضبط وهو يشتغل. وعلم أخوه محمود وحسن كان يشتغل في الطبار، كانوا كلهم يعني عنا مزارع جاج أبوهم الله يعطيه الصحة وطولة العمر، كان عامل مزارع جاج ويشتغلوا كلهم فيه، كلهم من الكبير للصغير كلهم في مزارع الجاج. خبطن في 2014 أصبحنا يعني الحمد لله ولا حاجة. انقصفوا أيام الحرب عند الأقصى كانن، وراحن في الحرب لحتى الآن ما تعودناش ولا حاجة. فكان زي ما بتعرفي شغل الجاز، يعني انقص في 2014 لليوم ما تعودوا ولا حاجة. وشغل الجاز زي ما بتعرفي على شكات، وابني نضال الكبير هو اللي كان عامل الشكات باسمه، ولحتى الآن لسه قبل أسبوعين إجا تبليغ يا بتدفع القسط المالي اللي عليك يا إما حبس 3 شهور. 3 شهور كل سنة بنحبس 3 شهور. على فكرة حبس قبل هيك 4 مرات، هاي الخامسة. 3 شهور. فهم قالوا يعني بدل إحنا ما نضلنا متمرمطين عند الصيادين نروح نشتغل معهم. وإحنا الحمد لله يعني أتقن، ياسر أتقن مهنة الصيد، أتقنها إتقان يعني وأقل من 19 سنة، لسه في شهر 11 مطبق 19 سنة. أتقنها. فقال لهم أنا بشتغل عند الناس. يعني بالآخر هدول شباب عانوا وتعبوا لحتى يسندوا أهلهم يكونوا معهم. مثلا في بيجي بالنهاية صحفي مصري أو يسمي نفسه كذلك وبقول أنه اللي بيقرب من حدودنا وهذا أمن قومي وأنه رسالة إلى حماس وما إلى ذلك. أمن يعني قومي، أنت من حقك أنك تحمي حدودك، من حقك أنت تحمي أرضك، بس أنا أولادي ما أجوا على أرضك ولا داسوا في أرضك. أنا أولادي على البحر بين غزة وبين مصر والحدود الوهمية، حتى لو تجاوز يعني مش مبرر انه يفرموا فرم زي ما بقول ما بدعي انه تجاوز حدوده. اي حدود هذه هم تجاوزوا؟ حتى لو تجاوزوا طب اشوفهم، بطلع عليهم زي ما بيعملوا الطراد الاسرائيلي، برش عليهم مية، بحصرهم بالمية، باخدهم بشوفهم ايش فيهم، هل هم معهم سلاح؟ هل هم معهم حاجة؟ هم معهم سلاحهم السنارة والخيط، السنارة والخيط والسلة اللي بيسيدوا فيه عشان اخر اليوم ييجوا. قبل اسبوع اجى تبليغ لهذا، فهم وراهم مسؤوليتين، 3 مسؤوليات. المسؤولية الأولى الصرف على أبوهم العيان وفرول العلاج، فرول الطلعة والنزلة. الثاني قسط الحبسكة اللي شاروها بالدين. الثالث يوفروا قسط لأخوهم عشان ما ينحبسش، اللي معاه 3 أولاد وبنت معاقة. هاي كان هدفهم. أنا هدف أولادي بسيط، طموحهم بسيطة جدا. حسن كان هدفه أنه يتجوز لأنه خاطب من شهر 3، خاطب ما عرفش يكون ولا حاجة، وشقته كلها تتجاوز 60 متر. 60 متر، مش طالب لا فيلا ولا طالب عمارة ولا طالب سيارة ولا طالب جيب جديد. وهي تفر مفرم على إيش يا محترم؟ أنتوا لما أن أولادكم تجاوزوا كم متر، تجاوزوا كم كيلو، تجاوزوا عنا وإجوا أولادي. وأولادي أول ما كان منجدين إلهم كم، ليش ما فرمناهم إحنا فرم؟ إحنا ما فرمناهمش. تكلم عن الصيادين اللي وصلوا بحر غزة، الصيادين اللي وصلوا بحر غزة. ليش إحنا ما قلنا، ليش ما عملنا فيهم العاطل وقلنا تجاوزوا حدودهم وأجوا على أرضنا بدنا نفرمهم؟ إحنا لا، إحنا أخلاقنا أعلى من هيك، أخلاقنا أعلى من هيك. وإحنا بنعرف إنها مصر شقيقتنا وأمنا الثانية، بلدنا الثانية. ما توقعناش إنه يوم من الأيام يطلع المصري أغدر من البحر. البحر طول عمره غدار، كل عارف والمثل فيه بنضرب في الغدر، بس طلع المصري أغدر من البحر، طلع المصري أغدر من البحر. وحسبي الله وأنت نعم الوكيل، وحسبي الله وأنت نعم الوكيل. الله يصبرك يا حجة يا رب. واللي بيقول خليني أتكلم مع شقيقته بهذه التهديدات لصيادين، بالنهاية أنت أختهم ومطلعة على ظروفهم، وأنتوا أخواتهم ساندتوهم لحتى يجيبوا هذا المركب المؤقت. كنت سندهم أنا، عشان أنا كان أخوي محمود يقول لي يا أختي أنا بدي أجيب، بدي أشتغل عشان محتاج لأي واحد. كنت أحتاج الشيكل ما لقهوش، أدب حالة على الموت عشان محتاج الشيكل. ولما أخواتي راحوا جابوا الحسكة الدين ومن هان جابوها، ما لسه ما فرحوش عليها أصله، لسه ما لهمش 3 أسابيع شارين الحسكة، وراحوا لدوبوا وترزقوا منها 2-3، ما يروح يترزقوا ورايحين يطخوا ورايحين ينهبوا ولا رايحين يسرقوا منك، رايحين يترزقوا. طب انت شوفتهم تجاوزوا حدودك، بدل ما تفرمهم بحصرهم بحبسهم بعتقلهم. ليش تطخ على أخويا؟ كانين تطخ عليهم راش زي هيك، ايش عملوا لك؟ اخواتكم، اخواتي اول ما انقذوهم اصله،
محمود قصده بعد ما انقذ الصيادين هذول الستة المصريين فلوس قاعد اسبوع بالفراش عيان. هو منهم اللي محمود كان. استشهد قاعد اسبوع بالفراش عيان وياسر، وكان هو بالشتاء انقذوهم اصله. هيك بتعملوا فينا، ما توقعناش منهم، توقعنا من اليهود يطخوا بس ما توقعناش من المصريين يطخوا. مش عارف ليش عملوا هيك، بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على طخهم واللي عمل فينا، زي وحصر قلوبهم زي ما حصر قلوبنا. نضال، انت بصفتك اخوهم الاكبر وكنت قريب منهم وكنت شايف ايش كان اللي بيخططوا له، يعني انت تكلمت لنا قبل شويه انه اخوك بمبلغ بسيط بدا يقسط لحتى يعمل البيت اللي هو 60 متر امه بتتكلم عنه ليسكن فيه. احكي لنا عن ايش كان بيخططوا يحاولوا يعملوا، كان الخطط القريبه اللي بيحاولوا يوصلوا لها. زي ما تفضلت الحجه وقالت انه بقى ناويين، يعني قد ما كانوا يبذلوا جهد انهم يساعدوا في علاجات ابوهم، الانفاق على ابوهم، والديون اللي تراكمت بعد الحرب 2014 هي بقت هذه هدفهم الاول تقريبا، انه هم يسددوا الديون اللي تراكمت علينا بال 2014 بعد كسره المزارع الدجاج. هذا الهدف الاول بقى في روسهم. بعدين ثاني خطوة، اليوم عليك ديون من مزارع الدجاج، ما زال لحد اللحظة هذه، مع انه قبل 2014 بقى ما يصور الحال والحمد لله، وبقينا كنا نشتغل في المزارع وكنا بقينا حوالين بعض، يعني كنا مجموعين في شغل واحد، مش اللي فينا راعى البحر واللي فينا راعى على البلاط واللي فينا راعى على الطبار، لا بقينا كنا يعني حوالين بعض في نفس المربع نشتغل مع بعض. فصارت الحرب، في من المزارع اللي انقصفن، في اللي مات من قلة المية والكهرب والعلف والدواء وقلة العناية وأخلينا المزارع، وهذا اللي صار. فالولاد كل هدفهم بقى مساعدة أبوهم في العلاجات وتسديد الديون، هذه أول خطوة. طبعا بعد ما يدفع اقساط بقول ناويين بعد ما يخلصوا الحسكه ينتقلوا عدين مزارع الدجاج ويخلصوا، هذه بقت اول خطوه. الله يرحمهم يا رب. نضال، بدي اشكرك وارجع عند الحجه ام نضال. حجه ام نضال، ما زال اللي قتل الاولاد بيعتقد انه هو كان بيحمي حدوده، يعني لو في كلمه راح تضلها موجوده باذنه من ام شهداء هو تسبب في قتلهم، شو بدك تقولي له؟ بس لو كله تحمي حدودك من مين؟ تحمي حدودك من مين؟ من احنا الفلسطينية؟ احنا لو انك انت حدودك بدها حماية احنا بندافع عنها، احنا بنحميها. تعملش مبرر انك بتحمي حدودك، انت ما حميت حدودك، بس هذا غير اللي طلعته من قلبك، لانه ما بيعملش هالعملة الا واحد حاقد. يعني انت بتقولي انه هاي العمله في صيادين كانوا حواليهم وبلغوكم شو اللي صار بالضبط؟ هل الموضوع كان مجرد انه هم طخوا عليهم، ممكن الرصاص اجى فيهم او اكثر من هيك؟ لا اكثر من هيك، لو اجى فيهم كان الصواب يا عمتي اصابه طفيفه. اعتقلوهم مش 50 طلقه في واحد، 50 طلقه في واحد، 50 طلقه. والثاني بس معلومة مش مؤكدة، مخليونه ينزف من الساعة 2 في الليل لتاني يوم لما نصفى دمه واستشهد الثاني. أي حق؟ حرام عليك، حسبي الله وانت نعم الوكيل عليكم. إيش عمل فيكم محمود؟ إيش عمل فيكم حسن؟ إيش فيكم عمل ياسر؟ إيش عملوا فيكم؟ حسبي الله وانت نعم الوكيل عليكم، حسبي الله وانت نعم الوكيل عليك. أنا برضك هذا الإشي بديش يتكرر مع أولاد غزة التانيين، كلهم غلابة أولاد غزة، كلهم غلابة. أنا خايفة على أولاد الناس كمان، مش على أولادي بس، أولادي زي أولاد الناس كلها. يعني لقيت برانك أي صياد حيخاف يخش البحر، يقول لك يمكن يجي ريح، الريح يوديني هيك ناحيتهم، بعدين ألقى مصير زي مصير أولاد الزعزوع، مصير أولاد الزعزوع. بس بالنهاية هم مجبرين على هذا العمل. مجبورين، من فيش شغل، من قلة الشغل، من ضيق المعيشة. حسن اللي وفر إله قديش بيشتغل عشان يوفر 200 شيكل يجيب فينا حجار لسه يصفنا، يبدا في بدايه الشقه ام 60 متر. إله فتره بيوفر لحتى الان، يعني طلع إله كم شهر، 6 شهور خاطب، لسه لما وفر له
200 شيكل لانه بدفع قسط. ستور عرف يحوش 200 شيكل؟ بدفع قسط لخطيبته وبدفع قسط لسه اول قسط دفعوا للراجل تاع المعمل 200 شيكل على اساس يوم الاحد ينزل له حجار ويبدا يبني. هو عيد ميلاده اظني بكره. بكره عيد ميلاده. بكره عيد ميلاده. حسبي الله عليه. كان مفترض في اليوم اللي استشهد فيه انه هو يبدا في بناء بيته. ثاني يوم يوم الاحد. يوم الاحد كان مفروض انه يجيب البلوك ويبدا. بصير اليوم بكره بصير عمره 19 26 26. الله يرحمه. يا رب يتقبلهم منك. لو بدنا رب. ناخذ كلمه اخيره بس من والدهم يعني الان اذا ضل لك يعني اولادك الباقيين هل راح يرجعوا يكملوا العمل في الصيد ولا اعتزلتم هاي المهنه؟ يمكن زي ما انتم شفتوا غدر البحر وغدر المحيطين فيه. ياسر المحجوز هو اللي ضل صياد وهو بفهم في البحر وما بقيتهم بفهموش في البحر فما بعرفش. وانا بنطالب في ياسر يطلعوا لنا اياه وبنطالب في تعويض للحسكة اللي هي من إيدين عالم مصرية مش إلنا أنا والله شكل منا فيها. بدنا نسوي من وين ندفع؟ وبعودة ياسر بدي ياسر ضايع هو اللي ضلي. أنا كنت أقعد في الأوضة ألاقيهم 6-7 أزلام حوالي ونسوان وهذا أولادهم 10-12 نفر. اليوم صحيت بزعق ما حدش رد علي ولا واحد حواليا. قعدت أصيح على الريق على الصبح وأنا بقدرش أقوم ولا بقدر أتحرك. يعني كل يوم الصبح بتجمعوا حوالي كلهم بتجمعوا عندي وانا عندي مرض سرطان وسكر وضغط وعيني فيها جلطه وغضاريف في ظهري يعني وضع مست. وانا معادم قبل يومين اروح اركب دم هاي لما في الناس بتلاقي سبعه لقيت مش قادر امشي من قله الدم اللي في جسمي وبدي علاج ما فيش حد يقف معايا اتعالج. يعني اخر شيء المطبخ اقول له زراعه نخاع قالوا لي ما فيش بش ولا بشر في العالم شافوه متحرك ولا حكومة ولا غير ولا حكومات ولا حد. إن شاء الله يكون صوتكم مسموع يا حاج وتصل طلباتكم. غزة طب أنا معي الشكل كيف بدي أجيب غزة أنا؟ إن شاء الله تصل طلباتكم يا رب وعلى الأقل يتم تعويضكم عن كل هاي الخسائر وإن كان لا شيء في العالم الآن يمكن أن يعوض من رحله. والله على الأولاد ما حد يتعوض. يمكن حد يتبنى وعوض مال أما الأولاد كلام فاضي راحوا. الله يعوضكم ويصبركم على فراقهم. شكرا جزيلا لكم عائلة الشهداء حسن ومحمود الزعزوع وإن شاء الله يعود لكم ياسر من المتوقع أن يعود يوم غد. شكرا لكم. وإذا هذه هي الكلمات الحسرة والصدمة والغضب لأن الرصاص الذي توقع دائما أن يأتي من العدو الإسرائيلي الذي يتواجد في عرض بحر غزة أتى من الأشقاء الذين تقول والدتهم أن الحدود المصرية أول من يحميها ومن كانت دائما يحميها هم أهالي قطاع غزة الذين ما زالوا يعتبرون مصر هي بلدهم الثانية ووجهتهم الدائمة التي لا يمكن أن يشكلوا يوما تهديدا على أمنها. وتسوق على ذلك مثل الصيادين الستة الذين جنح بهم مركبهم إلى قطاع غزة منذ عامين تقريبا وكان ابنها الذي استشهد هو أول من بادر بإنقاذهم وبتأمين حياتهم ما أدى حتى في ذلك الوقت إلى مرضه لمدة أسبوع متواصل. إذن كانت هذه هي كلمات أهالي شهداء لقمة العيش التي قضوا في سبيلها على أيدي الجيش المصري قبل أيام.